السلام عليكم. أثناء تعلم أبنائنا عن بعد يكونون عرضة للإصابة بالكثير من المشاكل في أجسامهم في حال لم يتخذوا الوضعية الصحيحة للجلوس، وقد يؤدي ذلك للشعور بآلام في الرقبة والظهر. إليك مجموعة من النصائح التي ستساهم في زيادة الشعور بالراحة أثناء الدراسة في المنزل. الجلوس مع فرد القامة. قم بضبط ظهر الكرسي بزاوية 100 درجة للتأكد من أن الظهر مفرود بشكل جيد. الحفاظ على وضعية رأسك مستقيماً أثناء الجلوس وتجنب انحناء الرقبة. الجلوس بالقرب من لوحة المفاتيح حيث تكون اللوحة موجودة مباشرة أمام جسمك، مع التأكد من أن لوحة المفاتيح تتوسط الجسم. ضبط الشاشة في وضعية صحيحة. يفضل ضبط وضعية الشاشة بحيث تتوسط الشاشة أمامك مباشرة، والتأكد من أن تكون أعلى قليلاً من مستوى العين. أخذ فترات راحة صغيرة بعد مرور أكثر من ساعة، فأنت بحاجة إلى أخذ راحة لدقائق لمنع حدوث الشد العضلي. ممارسة تمارين اليد من خلال رفع الأصابع للأعلى وتحريك الأصابع باستمرار، فهذا سيساعدك في التخلص من الآلام نتيجة الجلوس لفترة طويلة على الحاسوب. التعلم عن بعد مهم، والصحة أبنائنا أهم، فلنوازن بينهما.